إذن بآخر الفقرات الإبداع دائما بنحب نسلط الضوء عليه في دنيا ودنيا. معنا أستاذ إخلاص الراوي، رح نشوف هيك مجموعة من التحف بالفعل مميزة بعنوان وتحت اسم تشنشيل. صباح الخير أستاذ إخلاص. صباح أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا أستاذ إخلاص، يعني على بلهجتكم تشنشيل. تشنشيل تشنشيل، الله بالخير. الله بالخير. أهلا وسهلا، كيف صحتك؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيك. بنحب تعرفينا لو سمحتي عن بداية شغلك، كيف بلشتي الشغل؟ أنا من بغداد كنت أشتغل شغلات فنية ولو بعيد عن اختصاصي يعني، بس من جهة العمان أكثر يعني برزت كفنانة. حلو. فدخلت دورات بالعراق، بس هنا بعمان اشتغلت يعني كفن أكثر. لك خمس سنين. خمس سنين مظبوط. ليش اخترتي هالاسم تحديدا؟ يعني أنت لازم يكون في إشي الشناشيل، الإشي اللي مشنشل صح؟ لا نازل. انتوا عندكم شناشيل هي الشراشيب. هي الشراشيب. لا احنا تعني البيوت القديمه الخشب اللي كانت بالبصره. يستعملوها الناس يعني، شلون انتوا يسموه التراس تقريبا. بس هي خشب وتكون يعني الناس تقعد بيها بالصيف علشان الحر. فهذه الشناشيل، شناشيل الموصل والبصره. فالعراقيين يعرفون شنو شناشيل، انتوا غير معنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا فيك دائما. بيعتمد شغلك على ايش يعني؟ هاي القطع الاساسيه تشتريها جاهزه ولا انت بتلونيها؟ لا لا، انا اشتغل خزف اساسا. بس بعدين اكمل عليه. حلو. شغلي خزف يعني يبدي من الالف الى الياء، ابديها من الطين الى الفخار الى التزجيج، بعدين اجي اشتغل عليها الاكسسواريز. حلو. طيب تخبرينا مثلا هاي القطعه وين بتنحط؟ ايش كانت الفكره من تصميمها؟ الفكره هو الرمان، يعني مذكور بالقران بثلاث صور. الرمان ومذكور بكل الاديان السماويه. فالاتراك او المغرب العربي يعتبروه للرزق وال يعني هو باب رزق. طب وين تتعلق؟ تتعلق على الباب. كلها اشياء تتعلق بالمدخل. حلو. انت يعني مختصه بهذا الشيء. نعم. مداخل البيوت. نعم مدخل اكثر شيء يعني. الاشياء اللي تتخلى بالمدخل. نعم. واشياء تراثيه عراقيه. والبومه كمان في لها معنى في يعني في لها معنى. نعم. في التاريخ مختلف الثقافات زي رد العين. في اللي ياخذها يعني والحظ. رد العين وهي مثال الحكمة. يعني هي هواية من الدول تعتبرها مثال الحكمة البومة. ويستعملوها بالغرب أو بكوريا. بالغرب موجودة أكثر. يتفاعلون بيها. يتفاعلوا فيها عكسنا. عكسنا. لا البومة مش إشي محبب. بس هسه بدأت الأفكار تتغير. يعني هواية مرغوبة ما أعرف أشوفها البومة. جميل. كمان في شغلك يعني حضرتك عم تستخدمي كمان جزء من التراث يعني النخله. نعم. مثلا اكيد من التراث بلاد الرافدين والعراق. نعم. العراق تحديدا. انا ما جايبه كل شغلي عندي. نخله يعني لحالها وحدها. عم بتركزي على اللون الازرق او الفيروزي. نعم. اكثر صح؟ ليه؟ احنا عندنا يعني بالعراق اغلب بيوتنا لازم نخلي الجداريات. الجداريات هي يعني مثل هاي مصغره. بس يعني اكو اكبر. هاي تتعلق على المدخل. تتعلق بقى. وتعني يعني هو اللون الأزرق يقول لك هو لون النهر اللي يعكس العين. يعني قبل كانوا يعتقدون بهاي الأشياء. نعم. فإحنا هذا اللون إحنا نحبه ما أعرف يعني كل شغلة أزرق. والرمان ملاحظة أنك مركزة عليه. حبيت فكرة الرمان برضو بالأبيض هون وأرسم عليه يعني. شوفي هاي السبع عيون العراقية لازم موجودة. الحلو في شغل حضرتك كله في معاني يعني مش بس من يعني فني اكيد. صحيح. بس مش فني بحت بس من اجل الفن، ايضا كمان في معاني. من ثقافتنا من ارثنا ومن الثقافه. صحيح. العراقيه. صحيح. اكثر شيء العراقي. بس انا بديت هاي اخذ هاي السبع عيون اللي عم نشوفها. لا هاي السبع عيون اللي على الشاشه. هي نفسها هاي. السبع عيون لها قصه وهذه يسموها العفصه. العفصه هاي شغلات تتخلى على البيبي يعني اول ما يجي للدنيا. همين احنا نعتقد بالعين. العفصه ايش يعني؟ العفصه هي نبات العفص موجود عندنا بالشمال. حلو. فكانوا يصغون عليه الذهب ويعلقوه بصدر البيبي. حلو. اول ما يولد. اي يقي من العين والحسد. ونفس الشيء هذا سن الذيب هم له قصه يعني انه الذيب يقول لك حيوان اللي ما ينام يعني يظل عيونه مفتحه فعلى اساس ما يجي الجن. حلو. انا من هاي المعتقد. حلو. كان هذا مش خنجر. لا لا. هذا سن الذيب. بس هو طبعا صغير يعني مو هذا الحجم. حلو. بس انا كبرته يعني شغلات حتى تبين انه
التراثيه تبقى تتداول، يعني هسه هذا الجيل ما يعرفوها. بس دائما يسالوني بعد شو متداول في الاردن سنديب؟ مو متداول. لا احنا عندنا بالعراق موجوده، يعني اول ما تجيب الوحده لازم. خلينا نشوفه لو سمحت بس على الكاميرا. نعم يعني رح تشتغل بيه. بس انا بس افرجيه يعني شكله هو المفروض سنين صح؟ هو سن سن واحد هو هيك شكله، وهاي بالضبط اللي بالوسط هي ذهب. يعني تصاب قد ايه مهم ست اخلاص اللي بيقدم هالحرفه الحلوه يكون مثقف بنفس الوقت زي حضرتك، يعني مطلع على الرمزيه. نعم. عبر التاريخ، يعني انت لازم تسوين ببابل بالمنطقه بشكل عام. قديش انت مهتمه بهذا الموضوع؟ انت لازم تسوين شيء يعني تراثي او يعني يحبوه مثلا العراقيين، خلينا نقول اي، او حتى العرب. يعني هسه الكف مثلا انتم عندكم الكف، كف مشهور اي بس بالعراق مش مشهور الكف؟ لا عندنا بس انتم اكثر من يعني احنا عندنا سبع عيون. سبع عيون لازم تلقيها على كل باب عراقي اكو. طب شو في تشابه شفتي؟ ايش في اشياء متشابهه يعني غير الكف؟ وفي العين كمان، العين الزرقاء اكيد هاي العين مشهوره في كل العراق. هاي العين التركيه بس احنا العراقيين. العين الزرقاء تركيه مش عربيه. العين هاي العين يعني العين نفسها المدوره، انه العين بس العين العين الزرقاء للوقايه من الحسد تركيه مش عربيه اصلها. تركيه اي بس هاي عراقيه، هاي من زمن بابل. يعني تشوفها بكل بيت عراقي على اساس سبع عيون تغوش العين اللي تباوع عليه. فانه من هالباب جاي يعني قصتها. بس احنا صارت كتراث يعني الناس تخليها تتذكر بها بغداد العراق، يعني شنو عندنا ببيوتنا القديمه. بديت اسوي مثل هذه اذا تعرف الخزامه، احنا عندنا اهل الجنوب يلبسوها بالانف. صح ما عرفتوا شو يسموها. بيعملوا حلق بالحلق. حلق الحلق الحلق بالانف. هذه سويتها همينة على يعني انه تبقى كتراث. لك 5 سنين بهالمجال. نعم. مزبوط. عم تشتغلي لحالك ولا في اشخاص عم بيساعدوكي؟ والله بس التزجيج يعني لازم فرن تحتاجه. ايش يعني تزجيج؟ التزجيج انه يعني هو هذا العفو فخار. اول شيء طينه. زين تعملي الطينه والخزف بايدك اي تشتغلها بعدين تدخل فرن بعدين تزجج. يعني هاي يعني القطعه، عفوا احنا عم نقاطعك كثير بس بنحب الشغل. القطعه كامل حضرتك شغلتيها يعني حتى الطين طبعاً نفسه والفخار نفسه حضرتك شغلتيه طبعاً في ايدك. التصميم وبدايتها انه هي تصميم اني صممت. تمام مش شغل اي شيء، مثلا شغل قطعه جاهزه انت بتلونيها او بتحط عليها الاكسسوارات. لا اني هواي حتى يسالوني على الرومان يقولوا لي تجيبيه من تركيا، يعني ما يدرون انه اني هنا اشتغلها تصنعين. تمام. فبعدين يدخل التزجيج، هو هذا اللون يعني هي الوان زجاج تدخل الفرن. هاي الدرجه 1500. يا سلام. تذوب وتصير بهالشكل هذا. اوكي حلو. طب ايش بدك تعملي لنا هيك تورجينا شويه تفاصيل من يعني انا قلت لك هاي اشتغلها من البدايه طبعاً. يعني اكيد ماكو هنا طين وفرن طبعاً. بس الاكسسوارات اسويها بالبيت. يعني هذه اقعد اني اشتغلها، او الرسم مثل هذه الوان الزجاج كلها اني ارسمها بالبيت. يا سلام. يا سلام. مدام في حد عنده طلبات خاصه مثلا او اشكال خاصه ممكن تعملي وياها؟ اكيد. بس يعني هي شغله يعني تصميم، اني اكثرها هاي تصاميمي مو طلب من الناس. اوكي. بس الناس مرات مثل ترغب السبع عيون ابدي اشتغلها اكثر. هسه مثلا نزلت الطير. الطير يعني هوايه حلو ثقافات، هو يعني السلام والحب فيحطوه بالبيت يعني تحف. شو بدأ يمشي هذا مثلا الحجل. حجل انتم عندكم الحجل تسموه ولا الخلخال؟ الحجل لايش؟ للرجل. للرجل خلخال تسموه خلخال اللي بيلتبس في الرجل تحت خلخال. احنا عندنا لا الحجل يعني يلبسوه دائما. المرأة العراقية معروفة بال تحب تلبس الاكسسوارات. فهاي اشياء قديمة يعني بس الحجل هيك شكله مدور. هيك شكله انت يعني هذا حجل مثل خلخال بالضبط. كامل بس انا سويتها مكته. صممتي زي مكته زي اللي بلتبس بالرجل. بالضبط اي. يا سلام. يعني بديت ادور اشياء قديمه اكسسوارات. طب انت بين الاردن والعراق قديش بتحسي في اختلاف؟ يعني هل هم اختلاف بمعنى اختلاف الاهتمام؟ يعني اكيد كل حضاره لها يعني لها تاريخها لها شنو الشيء المرغوب. يعني عم تطلعي قصدي بالاردن على لانه احنا كثير عم نستضيف بالابداع حرف يدويه وناس عم بيبدعوا بهذا المجال. صحيح. عم بتكوني مبسوطه لما تشوفي هيك هالنوعيه كمان حتى اللي بنقدمها من خلال التحف؟ اكيد يعني هو في تقارب بعي. يعني انا هسه هوايه يجوني بالبازار
اردنيات يفرحون من احكي لهم قصه السبعيون او صح. شنو السند بيه بس صح. ان ياخذوها وحتى الاجانب صح. يعني صح لما تحكي لهم القصه في لها معنى اي يفرحون معنى انه شيء قديم او شيء يعني مثلا هسه احنا بنروح لمصر ناخذ مثلا نفرتيتي صح او هرم نحب او كذا اي نحب الحضارات شنو اللي تحبه مثلا بمصر او بغير بلدان فالعراق كان يعني تقريبا مغلق قبل سنين فهسه يعني بدينا مثلا ننشر هذا الشيء الناس دي تكيف او تسمع طبعاً بقصه طبعاً الرمان قصه النخله صح يعني صح ممتاز انا رحت على بغداد بال2000 والله وفعلا انبهرت يعني وفعلا اذا بتمنى ارجع على بلد من بلاد العالم بيوم من الايام بتمنى ارجع العراق فيه خزين من التراث منبع يعني الثقافه كانت منبع الثقافه ومنبع يعني كل بيت عراقي انت تلقيه رسام او فنان يعني واحد ما بلحق في بغداد بتمشي حتى من الشارع هيك بس بالمشاهدات بس اليوميه يعني العاديه صح هسه بدهم يهتمون الله ييسر يعني الامور الدول العربيه كلها ايام ال2000 بتعرفي كان يعني نعم كيف وضع كان صعب يعني صعب اي صح بس لسه كنت بتحسي في الفن صح. صح. لا الفن موجود بكل زمان ومكان حتى ما تأثر عليه لا الحروب ولا السياسة فإحنا من نجتمع بزار السلك الدبلوماسي يجون كل الدول أو كل السفارات اللي بالأردن تحس يعني أكو فد محبة بيناتنا ويجمعنا شيء واحد صح. إخلاص للي حابب نعم. يتواصل معك على الإنستغرام كيف بقدر يلاقيكي أنا الإنستغرام مالتي اسمها مشناشيل وعلى السناب شات بالانجليزي بس بالفيسبوك بالعربي تمام وبالسناب شات يعني دائما يوصوني او اشترك بزارات يعني الناس تعرف انه مكاني بالفور سيزن دائما اشارك حلو هسه عندنا بعيد الام يوم 10/3 10/3 ان شاء الله كل التوفيق لك نورتينا وتعرفنا على هيك رمزيه لبعض الامور رائعه جدا تحياتنا لكل متابعنا كمان بالعراق شكرا شكرا تسلم اهلا وسهلا شرفتينا اهلا فيك.